تشهد منطقتنا العربية صراعات وحروبا ونزاعات تترك آثارا مؤلمة ليست فقط جسدية ونفسية في قلوب وعقول شعوبنا العربية، بل أيضا لها الأثر السلبي على بيئتنا المحيطة، من دمار ومخلفات إلى تلوث للمياه والهواء واختلال في التوازن الحيوي والبيئي في الوقت ذاته، الأمر الذي يهدد أجيالا قادمة بتلويث محيطهم والتأثير على صحتهم. نذهب إلى العراق وجزء مما تحملته أو ما حملته آثار الحروب بين أنقاض ومواد مشعة تحتاج بكل تأكيد إلى دعم إقليمي وعالمي، وقبل أي شيء وعي بذلك المحور الهام. نتابع هذا التقرير. ما إن انجلى غبار الحرب عن الموصل حتى استفاقت المدينة على كارثة بيئية لم يسلم منها لا البشر ولا الشجر ولا الحجر. ملايين الأطنان من النفايات الحربية والمقذوفات غير المنفرقة والألغام الأرضية والعبوات الناسفة وحتى جثث من قضى لا تزال تحت هذه الأنقاض. ومما يزيد من خطورة هذه الكارثة احتمالية تلوث المدينة بمواد مشعة. ضريبة باهظة الثمن هي تكلفة الحرب واستعادة الموصل من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة، والتي حتما سيدفعها العراق وسكان الموصل على وجه الخصوص. تعلمون حضراتكم بأن حجم الأنقاض المتوقع في محافظة نينوى هو أكثر من 11 مليون طن، وهذا يتطلب جهد كبير جدا وقسم كبير. هنالك احتمالية تلوث كبيرة بالألغام والعبوات الناسفة ومصائد المغفلين، وهذه المناطق حقيقة تعرضت إلى أذى كبير. جزء كبير من البنية التحتية دمر عن طريق استخدام سلاح داعش الإرهابي ألا وهو العبوات الناسفة. لم تكن ملايين الأطنان من النفايات والمخلفات الحربية وحدها ثمن هذه الحرب ضد التنظيم، بل الفاتورة ثقيلة التكلفة. دخان النفط الأسود وأبخرة كبريتية خطرة هي مخلفات إحراق تنظيم الدولة الآبار النفطية للموصل ومعامل الكبريت فيها، ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة بتصنيفها كأسوأ كارثة بيئية في عام 2016. بالتأكيد حرق الآبار النفطية وحرق كبريت المشراق إلى تداعيات اقتصادية وإلى تداعيات صحية، وتعلمون حضراتكم حالات الاختناق وأمراض الجهاز التنفسي اللي سجلت، بالإضافة إلى تداعياتها البيئية كأسوأ كارثة بيئية يمكن أن يكون لها تأثير تراكمي مستقبلي على الماء والهواء والتربة لسنوات طويلة. وضع دفع الجميع إلى التحرك، وما أن بدأ الأمن في الاستتباب حتى شمرت الفرق الإعلامية والمنظمات الدولية والإنسانية المعنية بالبيئة عن سواعدها لرفع الضرر عن المدينة المنكوبة. بنية الموصل قبل شهر شكل، واليوم شكل آخر. أغلب المدن في هذه المدينة عادت إلى وضعها الطبيعي، وهناك عمل على مدار الساعة للدوائر المعنية في لأجل أن تكتمل الصورة وتعود الوضع البيئي والصحي والبلدي إلى هذه المدن بشكل صحيح. وبحسب خبراء البيئة الذين دقوا نواقيس الخطر، فإن الموصل المنكوبة وسكانها سيعانيان الأمرين بعد تلوث بيئتهما، ربما لأجيال وبكل تأكيد لعقود من الزمن. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة أحمد حلس، باحث استشاري في قضايا المياه والبيئة ومدير دائرة التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، وأيضا معنا عبر الهاتف من بغداد الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي، وكيل وزارة الصحة والبيئة ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة. يعني أبدأ معك دكتور جاسم من بغداد. أولا يعني نعلم جميعا حجم الكارثة في الموصل، التداعيات، هناك تداعيات صحية واقتصادية وبيئية، ويعني تؤثر بشكل كبير على كل شيء، البشر والإنسان والحجر والنبات والمياه. أريد أن أعرف منك يعني بشكل لو مختصر حجم الكارثة، كارثة الموصل، مع تقديرات كبيرة تقول بمئات ملايين الدولارات بحاجة الموصل إلى إعادة إزالة هذه المخلفات. نعم، شكرا جزيلا لهذه الفرصة، وحقيقة الموضوع اللي تتناولونه موضوع مهم جدا. نحن اليوم نناقش تداعيات ما بعد احتلال عصابات داعش الإرهابية.
يعني اليوم ما هي التحديات البيئية في العراق بعد داعش؟ وهذا الموضوع حقيقة يحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات في الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير اللي توليه المنظمات البيئية الدولية والجمعية العامة المتحدة للبيئة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. التحديات المهمة اللي نلاقيها واللي نواجهها في المناطق المحررة يمكن أن تتوزع على عدة محاور. المحور الأهم هو محور اهتمام اليونية اللي هو محور التلوث، وبالتأكيد تعلمون حضراتكم بأن تنظيم أسود بربري مثل تنظيم داعش الإرهابي استهدف الإنسان والبيئة وما وفر أي وسيلة للإيذاء إلا واستغلها. وبالتأكيد لدينا تحديات جدية اليوم بعد أن أكملت قواتنا الأمنية تحرير كامل أراضي التراب العراقي بفضل الله، وأمس كان عندنا انتصار كبير من دولة رئيس الوزراء على واحد من أهم معاقل في مدينة القائم. لدينا تحديات بيئية جدية تتعلق بموضوعة التلوث البيئي الناتج عن الاحتلال، ويمكن أن أشير إلى موضوعين أمثلة مهمة في محافظة نينوى. ارتكاب داعش الإرهابي جريمة حرق معمل كبريت المشراق، نعم، وكذلك النفطية في منطقة القيارة، واللي صنفت لأنها الكوارث البيئية اللي حدثت في عام 2016. بالإضافة إلى محاور أخرى تتعلق بالتلوث وتدمير النظام الإيكولوجي وتلوث مياه والتربة والهواء. نعم، الدكتور جاسم عبد العزيز الفلاحي وكيل وزارة البيئة العراقية ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، شكرا جزيلا لك، يعني وموضوع مهم جدا، لكن عذرا لرداءة الصوت أذهب يعني إلى غزة. سيد أحمد، يعني الموضوع هو موضوع ليس بالجديد، وأنتم في غزة وفي فلسطين تأثرتم بشكل كبير بهذا الموضوع. هناك تداعيات ليست فقط على أن تحدثنا على البشر والنبات وحتى على المياه، حتى يعني مستقبل الأجيال القادمة متعلق في هذا الموضوع. في البداية اسمح لي أتقدم لكم بالشكر ولكل القنوات أو الوسائل الإعلامية المحترمة اللي بتسلط الضوء على قضايانا الملحة والمهمة في الوطن العربي وفي فلسطين طبعا بالتحديد، كونه في خصوصية عالية لهذا الوطن السليب المحتل من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود، وللأسف لا تزال الأمور تراوح مكانها ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني. أضيف إلو ما يحدث الآن في الوطن العربي من مشكلات تدمر البيئة بشكل عام. نقطة مهمة جدا يجب الإشارة إليها أنه التلوث البيئي والمشكلات البيئية تعد ترانسباوندري أو عابرة للحدود، ولا تنحصر في دولة أو في مدينة أو في حدود جغرافية صحيح. سياسية محددة. نحن في قطاع غزة الآن وفي فلسطين بشكل عام نعاني الأمرين من كثير من الإجراءات الاحتلالية اللي بتقوض أي تنمية وتطوير يمكن أن يواكب النمو السكاني بشكل طبيعي في القطاع وفي الضفة وغيره، ناهيك عن الحروب التي تشن، والحصار يعد جزء من الحروب أو يعد أداة من أدوات الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ناهيك عن الحروب الشرسة والقاسية التي تستهدف كل شيء في قطاع غزة. وبالتحديد خليني أتحدث أسمى عنصر وأهم عنصر من عناصر البيئة هو الإنسان. صحيح. تخيل لما يكون الإنسان هو المستهدف بالقتل أو بالبتر الأيدي والأرجل والإعاقات، تخيل الحالة النفسية لدى الإنسان اللي سينتج من بعد هذه الحرب، كيف ستكون علاقته ببيئته اللي أخذت منه أهم شيء سواء ابنه أو أخوه أو أطرافه أو غيره. بعد ذلك نأتي إلى ما تنتج الحروب. للأسف كنا ضمن فرق راقبنا النهج والأسلوب اللي مارسه الاحتلال في حروب ضد قطاع غزة، كان بشكل ممنهج معني ومقصود تدمير البيئة الفلسطينية والبنية التحتية بكل أركانها وحتى البنية الفوقية، قصف الأراضي الزراعية وتدمير شبكات الصرف الصحي وتدمير شبكات التزود بالمياه وتدمير الخزانات الكبرى المركزية كما في المنطار وغيره. والكل يعلم في قطاع غزة حجم التلف والخراب الذي تخلف بعد كل حرب ملايين الأطنان من الباطون والأسمنت والمخرجات اللي ناتجة عن هدم المنازل والمنشآت الإسمنتية التي تلطخت أو اختلطت بكثير من المواد السامة. نعم. والتي طيب. للأسف في قطاع غزة ليس لدينا الإمكانات المناسبة حتى لفحصها بشكل دقيق لمعرفة ما تختلط طيب فيها دكتور. وما يدخل في تركيبها من مواد هيفي ميتالز، عناصر ثقيلة طيب دكتور سنتحدث يعني عن هذا الموضوع أكثر، لكن يعني سأتوقف
نتوقف مع بعض الإحصائيات والأرقام عن أثار الحرب في العراق وأثرها على البيئة، ومن ثم أعود إليك وإلى ضيفنا أيضا من أربيل. كما ذكرت ينضم إلينا من أربيل دكتور محمد يحيى، ورئيس تحرير نشر للشرق الأوسط ورئيس رابطة الصحفيين العالميين بالعالم. أهلا بك يعني دكتور محمد. يعني هناك دكتور خالد عفوا، يعني الكثير من الخبراء من تحدث عن موضوع عواقب المعارك التي دارت في الموصل وحرق أبار النفط الذي تم، تفجير معمل يعني للكبريت، الغازات المنبعثة، الدخان. لو ممكن أن تضعنا بحجم الكارثة، كارثة المدينة المنكوبة في الموصل. أهلين أستاذ، أهلين. في البداية أحب أمسي على تلفزيون العربي ومشاهدين تلفزيون العربي. الحقيقة أنا خالد الجبوري باحث في شؤون البيئة والتلوث النفطي. عذرا سيد خالد الجبوري، باحث في شؤون البيئة، تفضل. وعذرا على الغلط. ما في مشكلة، يبارك فيك. الحقيقة الحروب هي أحد الأسباب الرئيسية التي أثرت على البيئة بشكل عام وعلى كل عناصر البيئة بما في ذلك الإنسان. الإنسان كان ضحية مثل ما كانت البيئة، يعني كونه أحد عناصر البيئة. استخدام النفط كسلاح في المعركة مثل ما استخدمته داعش كان أحد الأسباب اللي أدت إلى تخريب البيئة في العراق، وانعكاسات هذا التطور أثرت على الإنسان. أولا حقيقة إحراق آبار النفط في حقول القيارة وحقول قسم من حقول علاس وعجيل ولدت سحب دخانية وصلت إلى 200 كيلو أبعادها. هاي السحب الدخانية أحيانا كانت تمطر، هنالك أمطار حامضية سببت، يعني تسببت بنزول أمطار حامضية أثرت على البيئة وعناصر البيئة، سواء الإنسان أو المياه أو النباتات أو التربة أو كل شيء آخر. كذلك إحراق مخازن كبريت المشراق، ما يسمى بكبريت المشراق، هي أحد المنشآت الصناعية القريبة من منطقة القيارة كذلك. كانت احتراق هذا الكبريت أدى إلى وجود سحابة كثيفة من الدخان. هاي السحابة أدت إلى إصابة الإنسان وخاصة الناس الذين كانوا يعانون لديهم مشاكل صحية في أمراض الجهاز التنفسي، مما أدى إلى إصابتهم باختناق، وكانت هنالك وفيات ناتجة عن هذا العمل الإجرامي التخريبي. طيب سيد أحمد، يعني أريد أن أسألك، يعني نعلم جميعا بأن المعارك ستنتهي في يوم من الأيام، وحتى يعني إعادة الإعمار ستكون موجودة، لكن الأثار السلبية على البيئة وخاصة على المياه، الأوبئة التي تحدث من جراء هذه يعني الأمراض السارية وغيرها، الأثار السلبية الكبيرة على، لو نتحدث على البيئة النباتية وحتى على التربة، كيف أنتم في غزة تحاولون يعني ولو تفادي
أو تجنيب الموضوع، تجنيب البيئة، تجنيب التربة، تجنيب المياه، هذا يعني ما يلحق بها من مشاكل وآثار سلبية قد يعرضها إلى الكثير من المشاكل، يعرض البشر سكان غزة وغيرهم من يعني قاطنين في فلسطين. عزيزي الكريم، احنا في قطاع غزة كل شهر عندنا 90 تقريبا، من 90 ل 100 حالة سرطان تكتشف جديدا، يعني اكثر من 15 ألف حالة سرطان اليوم في قطاع غزة. وانا لا اعفي الاحتلال او غيره من اللي بتسبب بتدمير البيئة من مسؤولية هذه الامراض اللي للان لا يدرك اي احد السبب المباشر، ولكن ما يتم تجاه البيئة والتربة والهواء والماء وهي العناصر الأساسية للبيئة هو شريك في هذه الحالة الصحية المتردية. اليوم القطاع يعاني من حصار أكثر من 11 سنة، الاحتلال يمنع أكثر من 3500 عنصر للدخول في قطاع غزة بسبب السكيورتي كونسيرنز أو المخاوف الأمنية، وبالتالي يتعطل التطوير والتصليح وإعادة الإعمار المحترمة إن صح التعبير في القطاع بسبب الديوال يوز كونسبت، مبدأ الاستخدام المزدوج. الاحتلال بمنع تدخل القطاع، هذه نقطة. النقطة الثانية، تشن الحروب العسكرية والممارسات التدميرية برا وبحرا وجوا، تستهدف كل شيء، التربة جزء منها، الخزان الجوفي مصدر القطاع الوحيد للمياه، مياه الشرب. اليوم أكثر من 97% من خزاننا الجوفي ملوث أو غير صالح للشرب. التربة اللي تم قصفها بصواريخ ورفع درجة حرارتها آلاف الدرجات السيليزية وقلبها بالجرافات والتوغل آلاف آلاف المعدات الثقيلة بالأطنان 70-80 طن، الآلة اللي بتكبس التربة وبتقتل الكائن الحي اللي فيها هذا النطاق الحيوي. التربة الزراعية البفر زون، المنطقة الممنوع الصيد فيها الآن 700-800 متر من الحدود الفاصلة ما بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48. القطاع الزراعي قصف ودمر كثير من المرات، وبالتالي ترك الكثير من المزارعين العمل في الزراعة وفلاحة أرضهم، وبالتالي أثر على السيكوريتي أو الفود سيكوريتي، الأمن الغذائي في قطاع غزة. الأمر كثيرا معقد في القطاع، وعملية التشافي أو الريكفري أو الاستشفاء من هذا التدمير يستدعي وجود مناخ سياسي ومعابر مفتوحة، وكل الطاقات والجهود والأصدقاء في العالم يجب أن تتكاتف لعمل مشاريع كبرى لترميم ما تم تحطيمه. إلى الآن نحن في كثير من المناطق الزراعية في قطاع غزة نعاني، ولا تنجح المزروعات في النمو، وهذه ضمن دراسات حديثة أجريت على أراضي تم قصفها وتدميرها من قبل صواريخ وقنابل الاحتلال سواء بري أو بحري أو من الجو بالصواريخ اللي بتسقط من السماء. التربة اللي بتفقد خصائصها لا تصلح للزراعة، وبالتالي تصبح بمفهومنا العلمي متصحرة، أي لا تصلح للزراعة. ناهيك عن المياه الجوفية، لما بتغسل التربة هذه من كل السموم اللي فيها بالأمطار أو بالري، تتدفق أو تصل هذه المواد الكيماوية سواء الهيفي ميتالز عناصر الثقيلة أو مواد الديوكسين أو حتى الغازات السامة اللي بتخرج من التفجير، أكاسيد كبريت ونيتروجين وأكاسيد كربون، تتحول إلى سلفريك أسيد، حمض كبريتيك وإلى حمض نيتريك، ما يؤثر يعني على تربتنا، والأكيد بأنه ما يؤثر على كبكتيريا، يؤثر على التربة وحتى على البشر. طيب هذا كان يعني كان في غزة. أريد أن أسأل طيب السيد خالد الجبوري، يعني في ظل هذه الظروف التي يعني عانت منها خاصة يعني في العراق والموصل بالذات، كيف يمكن إيجاد حلول سريعة؟ يعني ذكر السيد أحمد بأنه يجب تضافر جهود دولية محلية خارجية لمحاولة الاستشفاء، استشفاء إن كان على الأرض أو الحيوان أو النبات أو حتى المياه. يعني في العراق هناك أضرار كبيرة، هناك مئات ملايين الدولارات، نتحدث عن يعني 250 مليون دولار تكلفة تخليص المدينة فقط من المخلفات. برأيك أنت كيف هو المشهد في العراق؟ الحقيقة الموصل كانت ضحية من ضحايا الحروب كما كانت غيرها من المدن العراقية. داعش استخدمت كل الأسلحة بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا في حربها مع القوات الأمنية المحررة لمدينة الموصل، استخدمت حتى الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا. كانت هنالك إصابات بين المدنيين وبين القوات الأمنية ناتجة عن إصابات بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية. الموصل كمدينة تم تخريب المدينة خاصة فيما يخص الجانب الأيمن، هنالك 11 مليون طن من النفايات وأنقاض من البنى التحتية المدمرة.
إذا ما أردنا نقل هاي الأنقاض إلى مكان آخر حقيقة سوف هاي الأنقاض تكون عائق وتسبب مشكلة للبيئة في منطقة أخرى. نعم. الحل الأمثل والأصح أن إحنا لدينا الكثير من الجمعيات الخاصة في البيئة ومعالجة التلوث البيئي، لكن هاي الجمعيات تحتاج إلى دعم دولي. الموصل تحتاج إلى تضافر الجهود المحلية والدولية من أجل نعم. إعادة تدوير هاي المخلفات يعني حتى يمكن استخدامها، وبذلك نكون يعني قد وفرنا شيء للبيئة وشيء من الاقتصاد للبلد. نعم، يعني بنفس الحالة هناك يحتاج تضافر جهود دولية ومحلية يعني الحد أو لإزالة هذا الخطر القادم. على كل، خالد الجبوري باحث في شؤون البيئة كنت معنا من أربيل، وشكرا جزيلا لك. وأيضا الدكتور أحمد حلس باحث استشاري في قضايا المياه والبيئة في غزة ومدير دائرة التوعية البيئية في سلطة جودة البيئة الفلسطينية، شكرا جزيلا لك أيضا. ومشاهدينا نتوقف سريعا مع فاصل قصير ونتابع في الجزء الثاني من حلقتنا، ونذهب إلى تونس وتغطيتنا لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في نسخته 28، وأيضا في شباك المهجر نلتقي بالموسيقار العراقي علاء مجيد، فتابعونا.